بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: لدي مبلغ من المال عند الناس يدفع لي على شكل أقساط شهرية، قمت بحسابها في نهاية الحول فوجدتها 400,000 ريال فزكيتها، وفي الحول الثاني سدد منها 50,000 ريال فقط وبقي 350,000، فهل أزكي 400,000 مرة واحدة أم أسدد 350,000 فقط؟ إذا تم الحول فإنك تزكي جميع مالك، ما عندك وما عند الناس لك من الديون، تحصيه وتخرج زكاة الجميع ربع العشر، المال الذي بيدك والمال الذي في ذمم الناس تحصيه جميعا وتزكيه.